الذكر أيضا من أعظم ما تطيب به القلوب، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا الذكر يا أخواني، الذكر للقلوب كالقوت، كالطعام والشراب للأبدان. البدن الذي لا يأكل ولا يشرب، لو صمت اليوم مثلا وجدت أنه في آخر النهار تجد، لا سيما إذا طال النهار واشتد الحر، تجد كسلا وتعبا وإرهاقا، تشفق على شيء من الماء أو شيء من الطعام ليتقوى بدنك، ثم إذا شربت الماء انتعش بدنك، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا ما يكون تأثيره على الأبدان. تأثير الذكر على القلوب أعظم بكثير من تأثير الأبدان. فالقلب الذي يتغذى بذكر الله تعالى ويقتات بالأنس به جل وعلا، ذكرا بالقلب وذكرا باللسان وذكرا بالجوارح، يطيب ويقوى ويصبح من أقوى القلوب ثباتا عند الفتن وعند البلايا والرزايا. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بالذكر، وأن يكون للذكر تأثير على قلبه. وأعظم الذكر كلام الله، القرآن الكريم العظيم الذي جعله الله تعالى شفاء لما في الصدور: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم قال إنه قد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، وهذا يحصل. لكن أيما أكمل حالا، حال الذين يتأثرون ويعملون أو الذين يموتون؟ لأن بعض الناس يقول: طيب هذه ما حصلت في الصحابة، من الصحابة من سمع هذه الآيات، الصحابة نزلت هذه الآيات تعاتبهم ولم يذكر أن أحدا منهم مات. الصحابة أقوى قلوبا ممن بعدهم. ولهذا يعني الذي يسمع آية فيموت، أو الذي يسمع آية فيغشى عليه، ليست حاله أكمل من أولئك الصحابة الكرام الذين سمعوا الآيات وانتفعوا بها دون أن تؤثر فيهم غشيانا أو موتا. لكن الشيخ يذكر الأحوال، وأن من الناس من يبلغ به الأثر إلى هذه الدرجة، لكن ومنهم من تاب عن ذلك لانصداع قلبه، ونعم ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما هو فيه، كالفضيل بن عياض الزاهد العابد العالم العارف الجليل الذي له من القدر ما هو معروف رحمه الله، فإن توبته كانت ببركة سماع هذه الآية: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، فانخلع مما كان فيه من غفلة وغي. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يرزقنا ذكره وشكره، وأن يمن علينا بحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.